القسم الذي أقسمته يوم توليت هذه الوظيفة أن أكون منحازا للحق والعدل، مخلصا للوطن والشعب، ويشهد الله أنني كنت وما زلت وسأظل بإذن الله منحازا لهذه المبادئ، حيث أن ما حدث ويحدث من مجازر وإراقة دماء لم يشهد التاريخ والشعب الليبي مثيلا، وهو فرض منطق القوة والعنف بدل الاحتكام إلى الحوار والنقاش الحر الديمقراطي المتكافئ. ولأن ما حدث ويحدث في ليبيا الآن يتنافى مع مبادئ الحق والعدالة التي آمنت بها، فإنني أعلن التأكيد على تقديم استقالتي من منصب النائب العام في ليبيا، وإنني أعلن انضمامي لإرادة الشعب الليبي المتمثلة في ثورة الشباب في 17. أعلن أنا المستشار إبراهيم خليفة بشناف رئيس الإدارة الحكومية شرطة غايب الغازي بأنني قد تقدمت باستقالتي الرسمية يوم 20/2/2011، أما عن الانضمام لثورة الشباب فقد كان بتاريخ 18/2 بعد أن أدركنا أن النظام المعقد استعمل كل أسلحته في مواجهة شباب عزل يطالبون بالحرية والاستقلال والتداول السلمي بالسلطة، وبعد أن سقط أول شهيد في بنغازي.